قبل ما ادخل اتكلم في اي تفاصيل، مهم جدا نتكلم على انجاز فريق كره السله اللي بيسطر تاريخ جديد لكره السله في المنطقه العربيه وفي القاره الافريقيه ولاي فريق مصري خلال السنوات المقبله. ليه؟ مفيش فريق في كره السله سواء في مصر شارك فيها، سواء البطوله اتنظمت في مصر او بره مصر، او حتى فريق عربي او افريقي فاز قبل كده في مباريات كاس العالم للانديه لكره السله. انجاز الاهلي بالفوز على الفريق الامريكي يعني كان انجاز عظيم جدا، سمح للاهلي ان يكون متواجد وينافس على ميداليه برونزيه غدا باذن الله. بطوله كاس العالم لكره السله لازم الناس تبقى عارفه للانديه ان هي بتتلعب بنظام ست فرق، ثلاث فرق في مجموعه وثلاث فرق اخرى في مجموعه ثانيه. مجموعه الاهلي كانت بتضم فرقتين من دول ليها يعني قدرات كبيره جدا في امكانيات الفنيه لكره السله، فريق من امريكا، وما بالكم بالتاكيد لما بنتكلم على فرق الام بي اي وفرق الولايات المتحده الامريكيه، وكمان فريق برازيلي. كون للاهلي قدر يكون ند قوي ويفوز باللقاء الاول على فريق امريكي لاول مره في تاريخ كره السله، ده انجاز في حد ذاته عظيم جدا وكبير جدا جدا جدا. كمان انك تواجه فريق برازيلي وتبقى ند بالند معاه وتخسر، اعتقد بفرق يعني انت بتتكلم مثلا بحوالي فرق 20، ده نتيجه في كره السله على فكره مش نتيجه كبيره في ظل ما تكون المستويات مش متقاربه. البرازيل في كره السله من الفرق الكبيره جدا، والانديه البرازيليه بتحظى بمتابعه واداء مميز جدا في بطولات العالم، ولكن كون انك تلعب امام الفريق البرازيلي بعد 16 ساعه من مواجهه الفريق الامريكي يعني ضغط ولود كبير جدا على فريق النادي الاهلي، ولكن قدرت تعمل مباراه كبيره ونجحت في الحصول على المركز الثاني بعد ما الفريق البرازيلي كسب الفريق الامريكي بفرق ضئيل. النهارده هذه المباراه اقيمت عشان يتحدد ترتيب المجموعه، الفريق البرازيلي في المركز الاول، الاهلي في المركز الثاني، فريق الامريكي في المركز الثالث، ايجنت الامريكي في المركز الثالث، وفرانكا البرازيلي في المركز الاول. معنى انك في المركز الثاني يعني هتواجه ثاني المجموعه الثانيه. المجموعه الثانيه بنتكلم على فرق برضه ليها باع طويل جدا، فريق من المانيا، فريق من الصين، والفريق البحريني. الفريق الصيني خد المركز الثاني بعد ما خسر من الفريق الالماني بنتيجه 111-50. الفريق الصيني خلاص في المركز الثاني، فيواجه الاهلي بكره الساعه 10 صباحا باذن الله بتوقيت القاهره. الفريق الصيني اسمه تشانجيانج جولدن بولز من الصين، هيواجه الاهلي على الميداليه البرونزيه غدا في الساعه 10 من صباح يوم الاحد. انجاز رائع جدا بنهنى عليه بالتاكيد بعثه فريق النادي الاهلي لكره السله، جهد وتخطيط ومتابعه مميزه جدا لاوجستي بوش المدير الفني الاسباني، اللي الصحف الاسبانيه كلها بتتكلم على انجازه مع الاهلي في بطوله كاس العالم اللي بتقام حاليا في سنغافوره. لما تلاقي الماركه الاسبانيه بتتكلم على نتائج الاهلي في كاس العالم لكره السله للانديه، دكتور محمد شوقي شفت له تصريحات خلال الساعات الاخيره سواء من الموقع الرسمي او حتى عبر شاشه قناه الاهلي بيتكلم ازاي على يعني التزام البعثه. مفيش غلطه، الناس كلها ملتزمه، الناس كلها عارفه سياسه النادي الاهلي ومدرسه النادي الاهلي في كل الرحلات الخارجيه. نتمنى لهم التوفيق يا رب بكره في تسطير انجاز جديد وبطوله. كون انك تحصل على ميداليه في كاس العالم للانديه لكره السله انا بعتبر ده بطوله. ليه؟ لان كره السله الافريقيه تحديدا وتحديدا من الفرق العربيه ما بتشوفش لهم انجازات ولا القاب ولا ميداليات في السنوات الاخيره. حتى لما تبص على ماتشات كاس العالم لكره السله بتواجه وبتشوف نفس النتائج بتبقى بعيده تماما، ولكن ان شاء الله بكره يقدر الاهلي يسطر تاريخ جديد زي ما فرقه الكوره سطرت تاريخ طويل جدا في بطولات كاس العالم للانديه. احنا خلاص مقبلين كمان على المشاركه التاسعه في المملكه العربيه السعوديه، عندنا مشاركه 10 في 2025 باذن الله في الولايات المتحده الامريكيه. فالاهلي دايما بيسطر التاريخ مش في الكوره بس، في الكوره وفي الباسكت وفي الهاند بول وفي الفولي، في كل البطولات وفي كل الالعاب. الحمد لله اداره النادي الاهلي بتحضر بشكل كويس جدا في الترتيب لكل المشاركات الخاصه بالالعاب الجماعيه، بكره القدم، بكره السله، بكل النشاطات اللي احنا شايفينها. الانطلاقه مميزه لكره السله، لسه كمان بننتظر مشاركه رائعه لكره اليد في كاس العالم،
وعندنا بإذن الله في ديسمبر كمان مشاركة مميزة لفريق النادي الأهلي كرة القدم في كأس العالم للأندية تحت تنظيم الفيفا في المملكة العربية السعودية.